السلام عليكم، معكم وصال المساوي مديرة ستيليست. كنرحب بكم اليوم في يوم حفل افتتاح المغازين ديالنا لي غندو شوبينغ في مدينة سالا، اللي كيقدم دي فيتمون دي ستيل ديفيرون واللي سيبلي لي جون في ولا فام، دي فيتمون مودرن ديال بري ابورتي. فوالا جيسبر يعجبكم بزاف. وبالنسبه للموديل ديالي فهما من الصنع ديالي الخاص، و بور لي انسبيراسيون من لي ستود ديالي اللي سواء اللي درت في فرنسا في اسمول، سواء اللي درت هنايا في المغرب في الرباط. و الانسبيراسيون جاتني حتى من لي فواياج اللي درت في لوروب، و المهم ان بو دو تو. كونسيرنون لي بري، هما دي بري ريزونابل، رابور كاليتي بري متناول الجميع، و جيسبر كو غيعجب لو ماكسيموم دو جون. المحل كيتواجد في مدينه سالا في منطقه حي الامل سعيد حجي، ونتمنوا تجيو تزورونا في القريب. مرحبا بكم، وتابعوني ان شاء الله سوغ انستغرام اللي هي لي غيندو شوبينغ. ميرسي بوكو. Con motivo de la apertura del nuevo local Le Rendu Shopping, estamos hoy aquí de visita para inaugurar el local. Es un local dedicado a la moda, fundado por mi amiga Wissal Moussaoui. Todos estáis bienvenidos para visitar y hacer compras aquí. Con motivo de la apertura del nuevo local Le Rendu Shopping, estamos aquí para inaugurar su apertura. Es un local dedicado a la moda, sobre todo para las chicas jóvenes y no tan jóvenes. Está dedicado para las mujeres y está fundado por mi amiga Wissal Moussaoui. Estáis todos bienvenidos. السلام عليكم، معكم هناء موساوي صاحبة المحل ديال غيندو شوبينغ، أنا والأخت ديالي وصال موساوي. المحل مقيم بسالة في حي الأمل بسعيد حجي. دونك اليوم لوفيرتور كما كتشوفوا، مرحبا بكم. لي كرياسيون لي موديل ديالنا هو صنع محلي، ولكن الاثواب كاملين امبورتي من على برا. الهدف ديالنا هو كنقربوا كنحاولوا الفتيات وكاع الشباب وكلشي انهم لبسوهم اللباس اللي بحال اللي كاين على برا في الخارج، يكون محترم ويكون كلاس ويكون زوين ويلبي الاذواق ديال جميع البنات ولي فام حتى هما. دونك مرحبا بكم اليوم لوفيرتور، وكنتمنى انكم تشرفونا ان شاء الله وتجيو تعرفوا على لو كو ديال وعلى لو ماغازان ديالنا وعلى لي كرياسيون ديالنا. وكنشير ان هاد لي كرياسيون سون اونيك، يعني ما كاينين حتى شي ماغازان واحد اخر او لا فشي بلاد واحده اخرى. رغم الاهداف ديالنا هو اننا نديرو دي موديل اللي كيناسبوا جميع الفئات ديال سواء الشابات سواء لي فام اون جينيرال. بيان سور الهدف ديالنا هو نديرو اثمنه اللي كتقرب من الاستطاعه ديال لي فام، ويمكن لهم يشريوهم وهما لابسينهم. غيلبسوا شي حاجه اونيك بان بري تري ريزونابل، شي حاجه اللي غادي يكونوا لابسينها وما فرحانين بها. فايد لي موديل ديالنا كيتميزوا بحاجه واحده اخرى اللي هما لي طاي، كيتراوحوا من لاطاي، كاينين دي موديل من لاطاي اكس اس حتى لاطاي اكس اكس ال، يعني ميم دي غوب سيغي، ميم شحال من حاجه يمكن لكم تشوفوها هنا في الماغازان. عندنا لي كغون طاي لي بوتي طاي، يعني كاع الفئات ديال العيالات والبنات يمكن لهم يستافدوا ويلبسوا زوين. وحنا الاهم حنايا باغمي الحوايج اللي كنتمناو هما البنات يلقاو داكشي اللي كيعجبهم باثمنه مناسبه. انا والاخت ديالي ملي كنا صغار وحنا مولوعين بلا مود بلا كرياسيون بلي ستيل فيستيمونتيغ اون جينيرال ديال البنات، والحمد لله بغيت نشير ان غراس الوالدين ديالي هما اللي ساهموا بفضلهم ترعرعنا في هذا الجو ديال لا مود وديال الحوايج الملابس سورتو ديال لي فام. دونك كنشكرهم من هذا المنبر، وكنشكر ايضا الزوج ديالي اللي كان مساند كبير ليا وكيشجعني وتعطيني النصائح باش الحمد لله وصلنا لهذا لو نيفو. هذه غير البدايه، ان شاء الله ما يكون غير الخير من هنا لقدام. ومرحبا بكم في اي وقت. دونك مرحبا بكم، وما تنساوش انكم تابوناو لاباج ديالنا انستغرام لغيندو شوبينغ. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.